اهلا بكل حضراتكم في اول فقره حواريه في حلقتنا النهارده، والفقره دي منورنا فيها كابتن احمد سلامه مهاجم منتخب مصر السابق عشان يتكلم معانا في كتير من التفاصيل اللي احنا ابتدينا ندردش فيها مع حضراتكم انا ونهاوند من اول حلقتنا. صباح الفل عليك يا كابتن. صباح الفل يا استاذ كريم. بونجور يا كابتن. بونجور بونجور. والله وحشتنا بجد. انت اكتر والله. انا جيت المره اللي فاتت ما لقيتش حضرتك، كنت زعلان جدا. عشان كده انا كان بقالي كنت اجازه تقريبا. اجازه طبعا. منورنا كالعاده وملفات كتيره، اكيد اهمها ماتش النهارده وضربه البدايه. احنا اتكلمنا في ضربه البدايه افريقيا وقلنا يا رب تبقى ضربه بدايه موفقه مع الاتحاد المنستيري، وقد كان. النهارده بنتكلم عن ضربه البدايه مع الدوري اللي هي هتبقى بالمناسبه يعني كتير مترقبها اكتر بمراحل من ضربه البدايه الافريقيه. النهارده الجماهير كلها عايزه تشوف الاهلي هيعمل ايه، الناس كلها منتظره يعني بدايه موفقه من كولر، وفي نفس الوقت عايزه تشوف على الارض لعبه او فكره ازاي بيترجم. الاسماعيلي كضربه بدايه هل انت بتشوفه؟ طبعا الاسماعيلي غير الاسماعيلي احنا نعرفه، انت عندك تقريبا 11 صفقه جديده، فانت بتلعب تقريبا فريق مختلف تماما. احنا كمان على الصعيد الثاني زي ما انا كنت بتكلم عندك سكواد مختلف، سكواد اروع بكتير وافضل بكتير من الموسم اللي فات. الحمد لله رب العالمين، ربنا ما يعيده يعني، مش عايزين نفتكره برده بالمناسبه. بس انت داخل مختلف والاسماعيلي داخل مختلف، بتقرا النهارده المشهد ازاي باذن الله هيكون؟ والله الاول بس بنبارك النادي الاهلي طبعا انه بدا المشوار الافريقي بمكسبين وبتخطي الدور الاول. لكن انا بتكلم انه اكيد ان النادي الاهلي كان من القوة الكبرى لعودة المصابين. أنا شايف إنه هي دي من أهم الصفقات اللي اتعملت السنة دي النادي الأهلي، إنه المصابين يعني استعادوا تاني عافيتهم ورجعوا تاني بأداء قوي، والإعارة والتصعيد والإعارة والتدعيمات البسيطة اللي دخلت، لكن ليها مردود إن شاء الله كبير. لا أنا شايف إن مباراة الإسماعيلي طبعا مباراة كبيرة بيبقى ليها حسابات مختلفة تماما. الأهلي والإسماعيلي دايما مباراة كبيرة بتحظى بجماهيرية وبتحظى بمتابعة كبيرة. اتمنى النادي الاهلي اللاعبين، انا شايف ان مستر كولر الراجل يعني اعاد بشكل كبير شخصيه النادي الاهلي، بيلعب كره بهدوء شديد وباستحواذ عالي جدا. لما بيفقدش كره يمكن في المباراتين مع الاتحاد المنستيري كان في المباراتين نسبه الاستحواذ عاليه جدا جدا، وده يدل على يعني ليه مدلول انه الراجل مش مستعجل. بيستحوذ، بيستنى اللحظات اللي فيها يعني يظهر فيها ثغرات ويبدا يستغل ده عن طريق احمد عبد القادر او عن طريق محمد طاهر او عن طريق سافيو. برضو الراجل يعني بيقدم مردود كويس، ولكنه لسه بشكل كبير ما اديناش المردود اللي احنا محتاجينه او اللي احنا منتظرينه منه كاسم كبير او كخامه كويسه. لكن اللمسات في البدايه بتبان، يعني بيظهر قوي انه لعيب عنده امكانيات، لسه محتاج انسجام اكتر واندماج وسط الفريق. فان شاء الله المردود ده يكون في اسرع وقت. يميز النادي الاهلي عن المواسم اللي فاتت في الموسم ده انه الدكه قويه جدا. يعني انا دلوقتي بقيت مش قلقان حد مش في موده او مش في يومه او صح. مش في حالته. عندك فريق وفريق بديل بالظبط، فانت بتقدر تستعين باي لاعب خارجي من على الدكه، بيفرق جامد جدا مع الفرقه وبينزل يعمل مردود كويس. النادي الاهلي لا هو دعم مش باعداد كبيره، ولكن دعم احتياجاته، وانا شايف انه جاهز على المستوى البدني بشكل كبير جدا. اللعيبه حاله الاستشفاء وحاله الانتعاشه اللي موجوده اللي ظهرت في المباراتين الاتحاد المنستيري طبعا يعني كانت في حاله انتعاشه كبيره، يعني اللعيبه واقفه على رجليها ذهنيا ونفسيا. حتى اللعيبه حمدي فتحي الراجل بيطلع في اتنين هيدرز بيسجل، قبلها بيطلع محمد عبد المنعم بيسجل، احمد عبد القادر بيعمل مراوغه واختراق من الجهه اليسرى وبيسجل بشكل جيد. يمكن الجانب الهجومي بس شويه اللي انا محتاج عليه اللعيبه سواء شريف او سواء شادي او سواء حسام حسن. حسام حسن ما شاركش بشكل كبير، يمكن شادي وشريف انا مش حابب ان هم يبقى عليهم لود او عليهم بريشر كتير، محتاج ان هم يبقوا اهدى، اعصابهم اهدى شويه، مش مستعجلين، مش حاسس. انا يمكن ده مدير فني جديد، كل واحد حابب ان هو يظهر نفسه بشكل اكبر او يقدم اوراق اعتماده للمدير الفني بشكل اسرع، ولكن ده الاستعجال او
بيبقى في حته الرعونه يعني. الرعونه شويه، الرعونه شويه في الانهاء الهجمات، ده طبعا بيفرق جدا، ان انت كل بيجي لك فرص كتير جدا تسجل منها اهداف، ده بيدي لك اسبقيه او بيدي لك افضليه أكيد. من بدايه المباراه. على ذكر التدعيمات، الحقيقه مش النادي الاهلي لوحده اللي عمل صفقات جديده، تقريبا معظم الفرق اللي ما كانش كلها، انت عندك مثلا فريق الاسماعيلي اللي احنا هنواجهه النهارده يكاد يكون جاب فريق جديد، احنا بنتكلم على 11 صفقه جديده. فكره ان في صفقات جديده في معظم الفرق، الى اي درجه شايف ان ده ممكن يخلي المنافسه هتشتعل اكتر وصعب التكهن بمين اللي هيوصل للمربع الذهبي في النسخه دي من الدوري؟ اكيد يعني الرباعي، الرباعي المشارك افريقيا، انا شايف ان هو ده الرباعي المستمر الفتره اللي جايه، يمكن ينضاف ليهم سيراميكا كليوباترا، اضاف بشكل على اهلي زمالك فيوتشر وبيراميدز، انا شايف هم دول افضل حتى الان، او الافضل يعني، هم لعبوا مباريات افريقيه وشفناهم، البيراميدز بيكسب 7 وفيوتشر بيكسب 4 والاهلي بيكسب 3 وقبل منه 1 والزمالك برضو بيكسب 5 وقبل منه 1، فالنتائج جيده، فانا شايف ان هم مستعدين استعداد كويس. يمكن افضليه للاهلي الفتره دي انه لاعب مباريات استعد بيها بفريقه اكتر من الاسماعيلي، يمكن الاسماعيلي لسه ضربه البدايه، اما الاهلي بدا بمشوار الافريقي، ده استعداد جيد للاعبين وللجهاز الفني، وانه يحط ايده على الاوراق اللي هو يبدا يستعين بيها بالظبط، ونحط ايده على الـ على الـ على العناصر الجيده اللي يبدا بيها مباراه الاسماعيلي يعني. فانا شايف دي ليها افضليه على الاهلي. انا شايف انه يعني سيراميكا كليوباترا، الراجل احمد سامي استعان يعني، او يعني انتدب مجموعه لعيبه كانت موجوده معاه في سموحه، عارفين طريقته وفكره، بدا يضمهم للفريق عنده، الفريق ادى اداء جيد امبارح وقدم مفاجاه كبيره جدا قصاد المصري، يمكن كلنا كنا مستنيين المصري بسوبه جديد يعني، المستر كامل ابو علي كاداره يعني رئيس مجلس اداره، والكابتن ايهاب جلال طبعا قيمه كبيره فنيه اداري يعني على المستوى الاداره الفنيه قيمه كبيره جدا، وطبعا مجموعه اللعيبه اللي انتدبها او اضافها نادي النادي المصري للفريق، فطبعا كنا مستنيين مردود اعلى من كده، ولكن نادي سيراميكا كليوباترا والاستعداد الجيد للمباراه، وكابتن احمد سامي بصراحه قدم مباراه كبيره امبارح، فانا شايف ان الدوري السنه دي لا دوري جيد، دوري ان شاء الله يعني امل ان هو يكون يعني على قوه المنافسه اللي موجوده، على قوه التدعيمات، التدعيمات اللي موجوده وكمان على اداء المدربين او المديرين الفنيين الموجودين، انا شايف كل فريق دعم تدعيمات جيده جدا كاسماء، مستنيين بس هنشوف ده على ارض الملعب يعني. انت عندك صفقات، في اللي جايب 21 صفقه، وفي اللي جايب 23 صفقه، وفي اللي جايب 18 يعني وانا بقرا الموضوع يعني اللي هو ايه ده، هو في ايه بس دي لا. اول مره تحصل اعداد كبيره كده في الميركاتو عندي، او يعني عندنا في الموسم التنقلات وغيره، ليه كده؟ ليه الموسم ده كده؟ يمكن كل مدرب بيبقى يعني ناقصه لاعبين، بس انا شايف ان الكم كبير، لان ده كمان كمان ده هياثر عليك انت كمان من ناحيه الانسجام والاندماج، اللعيبه دي هتاخد منك وقت كتير كمدير فني، كاداره فنيه هتاخد منك وقت كتير لما تخش تنسجم بالظبط. فانا شايف انت لما يكون عندك قوام اساسي وليكن 10 15 لعيب، وتضيف بالكتير قوي 7 8 يعني في المراكز اللي انت 7 8 بالاضافه للناشئين، اوكي تمام، انت عملت فريق وليك قوام يعني، لكن انا ان انا اضيف اغير 15 لعيب او اغير 20 لعيب واجيب مكانهم، هل ده بيبقى لي علاقه بالخطط طويله الاجل؟ يعني فكره ان انت بتعمل صفقه معناها ان انت عندك عطل ما في مركز ما محتاج له لعيب بالظبط، لكن مش في كل المراكز، ما انت كده عندك عطل في الفريق، لكن الفريق كله ما ده بتكلم عليه اللي بيحصل ده، يعني هل هي حاجه مفيده من زاويه ان ضخ دماء جديده في الفرق المختلفه؟ انا هقول لحضرتك حاجه، واجيال بتسلم اجيال، ولا هي ماشيه بسكه؟ هي طبيعي اي فريق في العالم ما بيعملش كم الصفقات دي في موسم واحد بالزبط. يعني ممكن اعملها مثلا ميركاتو الشتاء، وبعد كده ميركاتو الصيف ابدا مثلاً. اضيف 2 3، لو انا ضفت مثلا 6 ولا حاجه في الميركاتو الشتاء، وبعد كده ابدا اعمل في الميركاتو الصيف مثلا اعمل وده الفرق بين التطعيم بلاعبين جدد وبين فكره الاحلال والتجديد بالظبط، ده عمليه احلال وتجديد بس مش في كل الفرق دي يعني، انا احلال وتجديد في فرقه او فرقتين في الدوري، وباقي الفرق محتفظه بالهيكل او القوام الاساسي بتاعها، وبعد كده بعمل تدعيمات بسيطه، ولكن انت يبقى ليك اكتر من 7 8 فرق عاملين صفقات كبيره، واكتر من 7 اكتر من حوالي 12 فريق عاملين اكتر من 15 من 15 صفقه، او يعني من حوالي 12 او 15 صفقه، وفي ناس عامله 18، ناس عامله 20 زي ما قالت الاستاذه نواند يعني، فانا شايف انه لا في صفقات كبيره مبالغ فيها جدا، ولكن يعني مثلا نادي زي اسوان لسه طالع من الدرجه الثانيه، ممكن يعني ممكن اقول اوكي تمام يعني مفيش مشكله، منطقي ان انت طالع بس انت طلعت بناس، لكن لا انا على فكره معترض على موضوع اسوان ده، ليه بقى؟
لو تسمح لي يعني. لا تفضلي. لان اسوان زي ما انت قلت انت صعدت، فصعدت بناس اوريدي كانوا عندك كويسين، يعني انت صعدت بنجوم برضو، فانت دعمت بس دعمت بطريقه برضو يعني مبالغ فيها برضو شويه. برضه عشان داخلين على مجموعه ثانيه يعني. هي القصه بديسين. هي القصه كلام انا دعم في المراكز يعني اللي انا عايزاها. هو صعد من الدرجه الثانيه. من ليفل اقل. من ليفل اقل. لما بطلع ليفل اقل يعني زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره يعني كل مرحله ولها بس لها مش مش يعني مش الكم ده. اسوان عندها كم كم صفقه فريق برضو كام حاجه و20 انا اقول لحضرتك يعني هو القصه ان احنا يعني نادي اسوان هو يعني طبعا كل مدير فني بيبقى ادرى باحتياجاته تمام بس انا وليه كل الاحقيه او ليه كل الحق ان هو ينتدب ما يشاء من لاعبين بس هي برضه بالكم ولا بالكيف ما هي دي ده السؤال اوكي يعني. تمام بس انا بتكلم ان هم اكيد فاهمين قوي او اكيد هم راجعوا الصفقات او الناس اللي موجوده عندهم وحسوا ان في تدعيمات في اكتر من مكان هو اكيد دعم برقم كبير انا قصدي انه ده ممكن يكون يعني اوكي تمام ممكن يمشي مع فرقه لسه جايه من الدرجه الثانيه عندها نوعيه لعيبه مش كلاس ايه فهو عايز يدعم بكلاس ايه او يدعم بنوعيه صفقات يعني تتماشى او يعني ان هي تلحق بالدرجه الاولى يعني بس انا معنى كده ايه لكن لما يبقى انا فريق درجه اولى وبعمل كم التدعيمات ده فده اللي صعب جدا انا فاهمه قصدك وفاهمه بتتكلم عن مين على فكره بس مش مشكله لا ما علينا في العام يعني ماشي برضو مش بس انا بتكلم ان انا لما ماشي انا مش مختلفه على فكره كل فريق وكل مدير فني له الاحقيه ان هو يشوف الافضل ليه واحنا اكيد مش هيبقى عندنا الخبره دي ولكن تاني انا لما اجي اجيب فريق كامل ومش فريق كامل ده فريق كامل ونص وانا عندي اوريدي فريق صح ولا غلط صح وبعدين المراكز كده معناها ان انا بقول ان كل المراكز اللي عندي فيها مشكله يبقى انا كده بعمل ايه بعمل احلال وتجديد لكل المراكز يعني كل المراكز بتاعتي وحشه هي ده اللي انا اقصده هي القصه كمان في مش في التدعيمات القصه في اداره التدعيمات دي يعني انا كمان انا ممكن ادعم بس انا ازاي هقدر ادير كم التدعيمات كل اللي جاي ده جاي عايز يلعب دي نقطة أخرى. وانا كمان كمدير فني مش محتاج صداع كتير انا محتاج اركز مع فرقتي مش محتاج ان انا يبقى في ربكه جنبي مني وحد عايز يلعب وحد مقموص وحد زعلان لا انا شايف انه على كل حال احنا سعداء بان كل نادي بيحاول ان هو يطور لان ده بيدل على تطوير الكره المصريه في الاول وفي الاخر هيكون مردوده ايه على الارض هذا الموسم في الدوري ده اللي هيبان لسه ما نقدرش نحكم من دلوقتي ابدا لسه احنا بس شفنا 3 مباريات النهارده يمكن تكون البدايه قوية الأهلي والإسماعيلي هنتكلم طبعا عن جاريدو وكولر وطبعا الفرق بينهم وفي الفكر وفي المدارس وفي نفس الوقت برضو جاريدو عنده إلى حد ما برضو خبرة شوية بس وهي بسيطة مع الدوري المصري هنتكلم في كل ده بس اسمح لنا نروح فاصل ونرجع أنا وكريم حضرتك على طول فاصل ونرجع نكمل يا أهلا بكم مرة تانية عودة لاستكمال حديثنا ودردشتنا مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في حلقتنا النهاردة كابتن أحمد سلامة مهاجم منتخب مصر السابق وكنا وقفنا معاه في الكلام عند تفصيلة المباراة الجانبية يعني طبعا النهاردة أكيد في لقاء قوي جدا مرتقب بين الأهلي والإسماعيلي إلى جانب احنا اتكلمنا عن تفاصيل اللعيبة لكن عايزين نتكلم كمان شوية عن فكرة المباراة الموازية إنجاز التعبير بين الاثنين مدراء فنيين هنتكلم في النقطة دي بس خلونا الأول نتابع يعني احنا معانا حد من الزملاء تقريبا هيبقى معانا تغطيه شويه وهيبقى معانا مراسلنا طبعا محمد توفيق يعني. من مقر الاقامه أوكي. في الاسكندريه يبقى علشان للنقطة اللي كنا علشان نتابع كده اخر الكواليس طبعا واستعدادات الفريق بس يعني لغايه لما يبقى جاهز زميلنا خلينا نرجع بقى انا وكريمة حضرتك للنقطه اللي كنا بنسال فيها بين مدراء الفنيين جاريدو واسمه جاريدو كده صح انا بنطق جاريدو جاريدو يعني بنقولها جاريدو زي مانويل كانوا بيقولوها مانويل ايه جوزي هو مانويل خوسيه بس مش مشكلة يعني مش هنقف عند النقطة دي يعني مش هتعطلنا النقطة دي مش موضوعنا خالص هو بس أنا طبعا هي مباراة كبيرة ما بين ناديين كبار يمكن الإسماعيلي في الفترة الأخيرة مش في أفضل حالاته ولكن يعني أظن إن الموسم ده هيبقى موسم جيد للنادي الإسماعيلي بالصفقات وبالإدارة إن هم يعني استقروا على مستر جاريدو الراجل يعني سبق ليه إن هو أدار النادي الأهلي فنيا هو مدرب متزن وعنده شخصيه كويسه وعنده فكر كويس تعرف النادي الاهلي لما يعني بيجيب حد او ينتدب حد كمدير فني بيكون مواصفات شخصيه بكل كمان بيكون عنده يعني بيكون عنده مميزات جيده ممكن ما يكونش موفق دي حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ولكن هو بيكون جيد يعني بيكون مدرب جيد واكيد طبعا على الجانب الاخر طبعا النادي الاهلي يعني عنده مستر كولر انا معجب جدا بشخصيته معجب جدا بادارته الفنيه للفريق انا شايف ان الفريق بيستعيد نفسه مع الراجل ده بيقدر
اللعيبه بتقدر تنفذ الشغل بشكل ما فيهوش ضغوط، ما فيهوش بريشر على اللعيبه، اللعيبه بتلعب يعني مستمتعه. يعني انا شايف انه ما فيش اي ضغط خالص، باستثناء بس الجانب الهجومي اللي اللعيبه عامله بريشر على نفسها. كان على مستوى المديرين الفنيين انا شايف انها هتبقى مباراه كبيره، على مستوى اللاعبين داخل المستطيل الاخضر هتكون مباراه كبيره، احنا نفسنا هنستمتع واحنا بنتفرج على المباراه. انا شايف دي بدايه جيده للفريقين. قلنا قبل كده انه الاهلي يتقدم بخطوه كجاهزيه فنيه واحساس بالملعب واحساس باللقاءات او اللي هي المباريات اللي هي اللي لعبها قصاد الاتحاد المنصري. فانا شايف انه ان شاء الله يكون يعني بدايه جيده باذن الله ان شاء الله. ومع الصفقه طبعا بتاعه اتصالات والتيشيرت الجديده وغيره، احنا داخلين اهو كده عمالين نعمل الحمد لله انجازات على الارض بتتم. هنتكلم في النقطه دي ما نرجع كمان تقول لنا رايك فيها. احنا اكيد كان معانا خبر لو انت شفت التيشيرت هي اتعلنت او نزلت الصوره بتاعتها يعني. على كل حال بس اسمح لنا كابتن احمد نروح لدلوقتي برج العرب ومراسلنا محمد توفيق عشان نعرف اخر الكواليس ويطمنا عن الاستعدادات. خلاص يعني ساعات قليله جدا بتفصلنا على مباراه الاهلي والاسماعيلي بداية الضربة إن شاء الله اللي هتكون جيدة للنادي الأهلي. توفيق سامعني؟ صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، تحياتي ليكم ولضيفكم الكريم كابتن احمد سلامه نجم منتخب مصر السابق. يعني كل سنه وانتم طيبين وكل جماهير النادي الاهلي وجماهير مصر طيبه، وانطلاق موسم جديد من الدوري الممتاز والنسخه 64. وزي ما كنتوا بتتكلموا قبل ما ادخل معاكم، يعني اقوى بدايه هي الاهلي والاسماعيلي، واحده من اروع مباريات كره القدم المصريه زي ما طبعا قال كابتن احمد سلامه، بتفق معاه تماما. النادي الاهلي يمكن سبب بخطوه نظرا انه لعب يعني ماتشين رسميين امام الاتحاد المنستيري وكسب المباراتين بمجموع المباراتين 4-0، ده اعتقد مد افضليه النادي الاهلي. على الجانب الاخر طبعا النادي الاسماعيلي تاريخ كبير جدا وطبعا عامل صفقات كتيره جدا والجهاز الفني جديد، ولكن ان شاء الله التوفيق يكون مع النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي على طول بعد ماتش الاتحاد المنستيري تواصل تمريناته، ما فيش بس غير يوم الاثنين اللي كان اجازه، ولكن بالامس اختتم استعداداته على ملعب مختار التتش بتدريب قوي جدا صباحا. من بعده الجهاز الفني اعلن قائمه من 21 لاعب وتحركوا فورا الى هنا الى الاسكندريه ودخلوا في معسكر مغلق منذ ليله امس. يمكن الفريق بشكله اكثر من رائع، حاله معنويه اكثر من رائعه، الاجواء كلها بشكل عام اكثر من رائعه. يمكن كمان برنامج الفريق النهارده في فندق الاقامه ابتدى مبكرا، خاصه المباراه في تمام الخميس. يمكن كان تناول وجبه الفطار في 9 صباحا، 10:30 كان في فقره اكتيفيشن، ويمكن دي حاجه متبعه في بعض المدارس الاوروبيه وابرزهم المدرسه الالمانيه اللي مديرنا الفني مستر مارسيل كولر مدير الفني لفريق النادي الاهلي احد اعضاء هذه المدرسه. يمكن دايما قبل المباريات او في نفس يوم المباراه بيكون فقره صباحيه في صباح اليوم بيكون فيها بعض التمرينات الخفيفه لفك العضلات والاستشفاء، وعشان اللاعبين يكونوا يعني زي ما نقول في حالتهم مش بعيد قوي او خالدين للراحه بشكل كبير جدا. ده طبعا متبع في مدارس كثيره ابرزها طبعا المدرسه الالمانيه اللي بينتمي بيها ليها مستر مارسيل كولر. ان شاء الله وجبه الغداء هتكون في تمام الواحده ظهرا، والمحاضره هتكون الساعه 3 الا ربع، ومن بعدها ان شاء الله التحرك لملعب المباراه ملعب برج العرب اللي بيبعد عن فندق الاقامه يعني اقل من 10 دقائق. يمكن النادي الاهلي دايما متعود يقعد في نفس الفندق لانه على طول جنب ملعب المباراه. يمكن كمان نتمنى التوفيق للنادي الاهلي طبعا واداء مباراه كبيره والتتويج باول 3 نقاط، ويعني زي ما بقول رحله البحث عن اللقب الثالث والاربعين. كمان نتمنى التوفيق لطاقم الحكام النهارده وقدم مباراه كبيره بقياده محمد عادل، مساعد الاول سمير جمال، المساعد الثاني يوسف البساطي، واحمد جمال حكم رابع، وعلى تقنيه الفار طارق مجدي ومصطفى عطيه. كل التوفيق للنادي الاهلي وان شاء الله تكون ضربه بدايه قويه زي ما قلتوا، وتكون بدايه جديده للنادي الاهلي وان شاء الله الزحف نحو اللقب الثالث والاربعين. الكلمه ليكم اتفضلوا. طيب محمد انت اديتنا كده يعني فكره عن التفاصيل او الكواليس اللوجستيه، انا عايزه اروح معاك بقى لموضوع اخر وهو الاستعدادات الفنيه، الاستعدادات المعنويه والنفسيه، الكواليس اللي حصلت ما بين مثلا اللقاءات مع كولر والاجتماعات مع كولر، وفي نفس الوقت طمنا على حاله الطقس. انت معايا يا محمد؟ محمد راح معاك سامعك انا هوند بالفعل. يمكن الطقس معاك سامعك انا حاله الطقس هنا كويسه جدا، يمكن الجو هنا يعني زي ما بنقول خريفي معتدل، يمكن درجه الحراره لا تتعدى 28 درجه مئويه، اعتقد جو مناسب جدا لمباريات كره القدم، خاصه كمان مع الساعه الخامسه هيكون الجو اكثر من رائع هنا في استاد برج العرب. على الناحيه الفنيه زي ما احنا بنتكلم، يمكن النادي الاهلي على طول عقب مباراه الاتحاد المنستيري اللي كانت يوم السبت
واصل تمريناته بشكل قوي جدا على مدار ايام الحد والاثنين، يمكن يعني بس كان في اجازه الاثنين، ولكن المدير الفني يمكن عمل يعني تمرينه قويه جدا امبارح على ملعب مختار التتش بالجزيره. قبلها طبعا كان حريص انه يعمل اجتماع مع اللاعبين يتكلم فيه عن اهميه المباراه وان دي اول مباراه في الموسم. يمكن الانطلاقه الافريقيه كانت ولا اروع، ان شاء الله كمان النهارده الانطلاقه المحليه تكون قويه جدا. عايز اقول لك يمكن ده ملاحظينه من اول يوم لمارس الكره في النادي الاهلي، وان الراجل بيتعامل بشكل اكثر من رائع مع اللاعبين سواء نفسيا او فنيا كمان، وده يمكن لامسينه كمان في اللاعبين وحالتهم، وده بينعكس على التدريبات اللي بنشوفها في النادي الاهلي بشكل يومي او كمان في المعسكرات والمباريات. اعتقد يعني كيميه الراجل ماشيه جدا مع قيمه وتاريخ النادي الاهلي، وده ان شاء الله ينعكس على اللاعبين في الملعب. وان شاء الله نشوف النهارده زي ما قلنا ضربه بدايه قويه جدا، والنادي الاهلي يكون باذن الله اول 3 نقاط، وان شاء الله يكون دايما التوفيق في النادي مع النادي الاهلي، ويكون دايما في مكانه الطبيعيه انه يكون رقم واحد باذن الله. بص يا توفيق، انا بتفائل بيك بمنتهى الصراحة والله، يعني توفيق لما بيكون معانا في أي كواليس طبعا أو قبل أي مباراة والله إحنا بنفوز، فإن شاء الله خير يا توفيق وترجعوا لنا بالسلامة، وتحياتنا ليهم، وصل لنا سلامنا أكيد أنا وكريم للفريق والجهاز الفني، وأكيد وصل لهم سلام كل الأهلاوية طبعا، إن شاء الله خير تبقى مباراة قوية ونتيجة كمان قوية. شكرا ليك جدا يا توفيق، بشكرك. جميل، نرجع بقى لماتش النهارده والاسماعيلي ونرجع تحديدا للتفصيله اللي كنا بنتكلم فيها من شويه، فكره ان انت قوامك بالكامل هو يعتبر فريق جديد، يعني بنتكلم على 10 11 صفقه، فهل تعتقد ان سيتم الدفع بالصفقات الجديده دفعه واحده في ماتش النهارده، ولا مش دي الطريقه المثلى للتعامل مع فكره ان انت عندك هذا الاسماعيلي يعني؟ الاسماعيلي لا اكيد اكيد هيحصل يعني هيحصل تدريجيا تدريجيا هيحصل دمج للاعبين ما بين القدام واللاعبين الجديده. انا شايف ان الاسماعيلي اصلا كان عنده لاعبين جيدين، يعني عبد الرحمن مجدي ده من قبل كده موجود عندهم، كان في باهر المحمدي موجود، كان في يعني في مدبولي موجود، في مجموعه كده من اللعيبه موجوده يتبني عليها، يعني هو اكيد هيضيف بعض اللاعبين في بعض المراكز، ولكن مش هيبدا بال11 لعيب اللي هو جايبهم جداد، يعني ده اكيد طبعا، يعني هو هيحافظ على القوام الاساسي ويعمل التطعيمات بتاعته او التدعيمات بتاعته الجديده الى جانب الناس القديمه اللي موجوده يعني. طبعا يعني يعني ايا كان هيبدا باي شكل او هيبدا باي لاعبين، الكل اكيد بيلعب النادي الاهلي، نادي كبير، نادي بطل افريقيا، بطل اكيد. احنا كنا ايام ما كنا بنلعب كوره كان ممكن تلعب كل المباريات عادي، بس تيجي عند يعني طبعا بتديها كل اهتمام، لكن بتدي اهتمام مضاعف لمباراه الاهلي، اللاعبين بيناموا كويس، بيركزوا اكتر، بيستعد بشكل اكبر، كل اللعيبه بتقاتل ان هي تكون موجوده في المباراه دي. مباراه بتدي لك ليها معاني كتيره، يعني ليها معاني كتيره اكتر من ان انت لعيب كوره، يعني كل واحد عايز يقدم نفسه وقدراته وامكانياته، وانا عارف ان في نسبه مشاهده يعني كبيرة جداً يعني احنا يمكن كان قبل كده المباريات ما بتذاعش كتير، او معظم كانت المباريات الاهلي والزمالك بس بتذاع، يعني كان قليل لما بتذاع مباريات يعني خارج المباريات الاهلي والزمالك يعني. لكن دلوقتي كل مباراه بتذاع لكن مش بنفس كم المشاهده أكيد. اللي بيكون فيه طرف النادي الاهلي يعني. فانا شايف ان كل اللعيبه هتدي اهتمام مضاعف للمباراه، لازم يقابل الاهتمام اللي هو اللي الخاص بنادي الاسماعيلي ده، اهتمام برضو من النادي الاهلي، يدوا المباراه اهتمام كبير. وانا شايف وانا اعرف ان ده سيستم النادي الاهلي، ما بيتعاملش مع مباراه كبيره ومباراه صغيره، كل مباراه عنده ليفل واحد وليفل عالي وبيديها كل اهتمامه. انا شايف ان اللعيبه راجعه بانتعاشه عاليه جدا، كلهم حابين يعني حابين يقدموا حاجه لجماهيرهم اللي هم يعني العامين متلين او الدوريين متلين، وكانها مصالحه يعني فرطوا في الدوري. انا شايف انه يمكن ما كانش يمكن يعني برضو كان حته اجهاد وحته اتكلمنا فيها كتير، في عوامل كتيره كابتن احمد اثرت بشكل كبير يعني كان في برضو عمليه اجهاد واصابات كتير للاعيبه وعناصر مميزه وعناصر مهمه جدا للنادي الاهلي، فده اكيد طبعا كان يعني كان بيستبعد او بيبعد النادي الاهلي عن التراك اللي هو المعهود عنه او المعروف عنه النادي الاهلي. لكن انا شايف ان السنه دي موسم بادئ بداية جيدة جدا، إن شاء الله تكمل النهاردة بإذن الله، يقدم النادي الأهلي مباراة كبيرة تليق باسمه وبتاريخه وبجماهيريته الكبيرة يعني والعريضة على مستوى مصر وعلى مستوى الوطن العربي بشكل كامل يعني. طيب احنا مش عايزين نسبق الاحداث ونقعد نقول الدوري السنه دي شكله عامل ايه، والدوري السنه دي التنافسيه فيه كذا، والدوري السنه دي مضمون للفرق الفلانيه، لسه اتس تو ايرلي او لسه بدري جدا بس في شواهد بتبقى موجوده، واحنا ده اللي احنا ناقشناه مع بعض دلوقتي. لكن انا لما هتكلم عن النهارده الاهلي والاسماعيلي وهقول ان الاهلي باذن الله تفوق بشكل كبير، انا بتكلم كمان على الارض فنيا، هل بتشوف ان ده كده ربما هيدي دفعه
كبيره، ولا ربما بالعكس يجيب نتيجه شويه ان يبقى فيه ثقه زايده، وخصوصا ان يعني احنا بنقول ايه، احنا مش عايزين ده يحصل، بس ربما ممكن ان هو يحدث في بعض الاحيان وبيحصل للعيبه عالميين يعني. فقصه ان انا ضربه البدايه عندي تبقى موفقه جدا، هل ده بتؤثر على مسيره بقيه ماتشات الدوري بالسلب؟ انا مش بتكلم بالايجاب، هل بتحدث يعني؟ اكيد يعني هو النادي الاهلي ما عندوش حته يعني حته ان انا ابقى عندي ثقه زياده. احنا كان الاهلي بيبقى مخلص بطوله النهارده، كسبان بطوله، بيقول لك قفلنا الصفحه وعندنا بطوله تانية، وجماهير النادي الاهلي ضغط على الاهلي وعلى اللعيبه وعلى الجهاز الفني وعلى الاداره ضاغطين بشكل كبير ان احنا ما بنبصش غير على البطولات. احنا مش معنى ان احنا بنكسب مباراه بنبقى خلاص خدنا اللي احنا عايزينه، او هو ده اقصى طموحنا او ده الغايه من الموضوع. لا، النادي الاهلي نادي بفلسفه وباستراتيجيه مختلفه جدا وبعقليه مختلفه جدا عن بعض الانديه او معظم الانديه الثانيه، عنده اهداف محليه واهداف افريقيه بيسعى لها واهداف عالميه. يمكن لما وصلوا الثالث قال لك احنا عايزين نبقى في الثاني او عايزين نبقى يعني ناس على مستوى العالم يعني. هم وصلوا الثالث مرتين او اكثر يعني، لكن شايف ان هم كمان المركز الثالث ما بقاش يعني عادي، بقى عادي بالنسبه لنا احنا عايزين اعلى. فلما كان عندهم العشرة بطولة العشرة عايزين 11، لما كان عندهم ما اعرفش ال 42 في الدوري عايزين 43 44. طول الوقت النادي الاهلي بيدور على المزيد، هل من مزيد طول الوقت. فانا شايف ان دي مش فلسفه النادي الاهلي ابدا، ولا اللاعبين ولا الجهاز الفني. وانا شايف خصوصا ان احنا في موسم بنعوض اصلا يعني، والجهاز الفني الجديد ده جاي علشان برضه يعني يثبت قدرته وجدارته وحقيته بان هو يدير النادي الاهلي فنيا. فانا شايف انه لا، اللعيبه كمان المتواجده عندها يعني زي ما بيقولوا يعني عندهم، هم راجعين من فتره اصابات وحاجات، عندهم اشتياق للكوره وللمكسب وللجماهير ويفرحوا الناس ويمشوا في الشوارع الناس تسلم عليهم يعني، وتهنيهم او على السوشيال ميديا او ايا كان الناس يبقى في يعني رد فعل بالزبط. كويس او مردود كويس مع الجماهير يعني. فانا شايف لا، النادي الاهلي النادي الاهلي مش هيتعامل مع المباراه النهارده ان هي مباراه يعني هينه او مباراه بسيطه، هيتعامل معاها ان هي مباراه كبيره. أكيد. واكيد هي مباراه كبيره، ان النادي الاسماعيلي طرف، ودايما النادي الاسماعيلي ايا كان مستواه في الدوري قصاد الاهلي بيبقى المباراه ليها شكل مختلف. هي دي حقيقه، بس معظم الفرق معظم الفرق بس الاسماعيلي بشكل. انا ليه بسال السؤال ده؟ لان لو انت قارنت كده بمواسم فاتت وتحديدا الموسم اللي فات، هتلاقي كده فيه، مش هذكر اسماء الفرق بس حضرتك هتعرف انا قصدي على مين، تلاقي فرق كده تالقت مثلا ثلاث اربع ماتشات ورا بعض فاخذت الثقه وتالقت مع فرق ثانيه تكاد تكون صعبه، فلما بتتالق تيجي بقى مع فرق ضعيفه تقوم لعبه وحش جدا فتلاقي نتيجه وحشه جدا. فده انا اخشى ان هو يتكرر هذا الموسم. عشان كده يعني كنت بسال النقطه لا دي، انها نقطه مهمه. هو في نقطه، في فرق بين ما بين انا مستهتر وفي فرق بين ان انا يعني عندي مشاكل فنيه في الملعب مش قادر احلها. الفرق كبير جدا، انا مستهتر يعني قادر بس انا مستهتر، ده طبعا عيب كبير جدا جدا. ولكن العيب الاكبر كمان ان انا ما يبقاش عندي حلول للمشاكل الفنيه موجوده في الملعب، بمعنى ان انا مش قادر اوجد ثغرات جوه دفاعات الخصم واخترقها واحرز منها اهداف. انا استبعد جدا النادي الاهلي بقدرات اللاعبين اللي موجوده والاداره الفنيه اللي موجوده ان هم يبقى عندهم المشكله الفنيه دي. وبرده على الجانب الاخر برده اللي هو الاستهتار، انا شايف ان النادي الاهلي برده بعيد عن النقطه دي، ولكن كمان ممكن يحصل حاجه اللي هي يعني داي اوف، او يعني مش يومك النهارده، او مش في افضل الحاله العامه للفريق. ده وارد مش ما بيكونش طول الوقت او مش في كل الماتشات، ولكن ممكن يقابلك مباراه بالشكل ده بتبقى انت يعني مش يومك وبتبقى يعني. لكن ان شاء الله اتمنى ان هو ايام الاهلي كلها تبقى ايام جيده وموفقين في ادائنا. زي ما وقفنا عند النادي الاهلي وكلمنا عن كل التفاصيل المتعلقه سواء بالفريق نفسه او بالجهاز الفني الجديد، ما تيجي نقف ولو لدقائق عند جمهور النادي الاهلي، لان احنا ساعات كتير بنقول المتاحه لينا للاسف احنا ممكن يعني حابين نقضي اليوم بس للاسف هي الدقائق دي المتاحه لينا على نهايه الفقرة. هل جماهير النادي الاهلي، احنا بنتكلم على طبيعه وخصائص هذا الجمهور طبعاً، دايما بتتقال جمله الضغط اللي الجمهور بيشكله او اللي الجمهور بيوجده على سواء اللعيبه او على الجهاز الفني، كلمه ضغط الجماهير، هل جماهير النادي الاهلي من حقها يعني، هل هو حق مشروع ان هي تطالب دايما بكل البطولات اللي الاهلي طرف اساسي فيها، ولا هو طمع، ولا هو غياب للمنطق؟ لان في بعض الاحيان بيبقى في امور خارج عن الحسابات،
فهل لجمهور النادي الاهلي طبيعه خاصه بتخليه دايما، يعني اي جمهور لاي نادي في الدنيا بطبيعه الحال بيتضايق لما فريقه بيخسر، ده منطقي جدا. لكن فكره ان انت يبقى عندك حاله رفض للمبدا نفسه دي تخلينا نقف عند الجمهور، انت شايف جماهير النادي الاهلي عامله ازاي؟ لا والله هو ضغط صحي جدا، ان هو بيطالب بنجاحات، يعني هو بيطالبش بحاجه ما بقولكش يعني لا بيطالب بنجاحات، بس لما بيكون في اخفاقات هو بيكون اول داعم ومساند للفريق. يعني ممكن اوكي تمام، يعني لما يحس ان الفريق زي ما الاستاذ نهاوند بتقول مش متكاسل، مش مستهتر، مش عامل اللي عليه، عامل اللي عليه، او لا قدر الله قابله عقبات هو ملوش يد فيها، دي حاجات قدريه، اصابات زي اللي حصل الموسم اللي فات، اوكي تمام بيكون داعم ومساند ومتفاهم الكلام ده بشكل كبير. ولكن على المستوى ان انا ضاغط، لا ضغط صحي جدا جدا. في انديه بيروح منها، يعني نادي بيراميدز ده لعدم وجود جماهير وحته الضغط ده على اللعيبه، ان انا بطالب على طول الوقت رغم ان هم عندهم امكانيات جيده جدا جدا على المستوى البشري والمادي، موجود اللعيبه على اعلى مستوى، جهاز فني على اعلى مستوى، ماديا ما شاء الله يعني امكانيات عاليه جدا جدا، ولكن حته الضغط الجماهيري عليهم ان انا بطالب ببطوله ده مش موجود، لذلك مش عارفين ياخدوا بطوله حتى الان. لا الضغط الجماهيري ده ضغط صحي جدا. انا شايف ان انا من افضل الحاجات الدعم للنادي الاهلي جماهيره طبعا، ومن اكتر ونسبه لما الناس بتقول اللاعب رقم 12 بقول اللاعب رقم واحد، اللاعب رقم واحد ان الجماهير هي اللي بتدي الدافع وبتدي البراشر بتدي البوش للاعيبه او يعني حتى يعني الاداره اللي هي مجلس الاداره ككل، كابتن الخطيب او ايا كان مين اللي متواجد على مر السنين للنادي الاهلي، الوقود اللي هو اللي بيحرك المكنه او الماكينه كلها هو الجمهور، يعني هو ده اللي صحيح. بيحرك مجلس الاداره، بيحرك الجهاز الفني، في كل العصور على رايك دايما بيبقى جماهير النادي الاهلي نصب اعين كل صناع القرار في النادي، بيكون هم المحرك الاساسي، يعني بيكون هم المحرك الاساسي، ودي حاجه طبعا احنا يعني يحسد عليها النادي الاهلي جماهيره العظيمه والعريضه في كل مكان. دي جميل، احنا بنشكرك على وجودك معانا في حلقتنا النهارده، نورتنا وشرفتنا، وما تغيبش عندنا بقى لازم تكون معانا قريب. انا اللي بشكر حضراتكم جدا وبكون مستمتع كالعاده، وان شاء الله وشك يبقى حلو معانا كده، وقبل كل مباراه نورنا، يعني نتمنى باذن الله كل الخير النهارده، وتبقى مباراه تاني هنرجع له مباراه قويه، وفي نفس الوقت تكون النتيجه لصالح النادي الاهلي، ان احنا نستحق ان احنا نفرح، واحنا في نفس الوقت عندنا ما يكفينا ان احنا نكون كمان النهارده باذن الله الفائزين، وتبقى ضربه بدايه زي ما بيتقال كده، زي ما افريقيا وفقنا ان شاء الله نوفق كمان في الدوري المحلي. هنروح فاصل وهنرجع، وهرجع لوحدي بقى، كريم مش هيرجع معانا، هيبقى معايا فقره مع دكتور علاء الدين، وهنتكلم عن السمنه، ولكن تحديدا بقى في بيقول لك يا كريم 36 كان 36 تقريبا مرض بيجي نتيجه السمنه، ده حاجه 40 ده قالوا 44 كمان، لا وصلت ل 44 انا فقرتي كان 44 ما اعرفش انت فقرتك ايه وضعها، يبقى 46 ايوه هو زاده. على كل حال هنروح فاصل وهنرجع، اعتقد هتبقى فقره مهمه جدا، زي ما احنا بنقول ملف السمنه ده للاسف الشديد موجود يعني في كل بيت، ما فيش بيت ما حدش تقريبا بيعاني من مشكله زياده وزن او سمنه. فاصل ونرجع نكمل.